السلام عليكم ورحمة الله أحبتي، مرحبا بكم. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. معكم الأستاذ قسوم لمادة التاريخ والجغرافيا. طولت عليكم شوية بصح ما نسيتكمش، ووعدتكم بلي احنا نبقى معكم حتى الدقيقة الأخيرة، يعني حتى تجيب الباك، حتى تجيب البيان، حتى تفرح نفسك، تفرح والديك، وتفرح الأساتذة اللي قريوك. تبع معايا مليح الفيديو تاع اليوم. كغير العادة راح نقدم لكم طريقة مهمة وجد فعالة ومجربة حتى تفهم التواريخ وتخليك تحفظ التواريخ، باش كي تدخل في الشهادة، شهادة البكالوريا ولا شهادة التعليم المتوسط، تلقى أول سؤال أعطي أحداث التواريخ الآتية تتمكن منها حبيبي وتجيك كلش سهل. تبع معايا مليح لهنا. نظن بلي كل تلميذ في البيت ديالهم عندهم ساعة. واش تروح دير؟ تروح ترسم ساعة بهذا الشكل. من بعد واش نروحو نديرو؟ نروحو نرقمو هذه الساعة كما عندنا في البيت. يا اخي عندنا في البيت هكذا مديوره، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ثم تذكروا غير الخمسه، الخمسه تاع العشيه تتهداو تخرجوا من القسم. سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احداش واثناش. من خلال هذه الساعه واش راك تشوف؟ تذكر باللي في العام، في العام كامل شحال عندنا من شهر؟ عندنا 12 شهر. واش نشوفوا هنا الارقام عندنا من 1 ل 12؟ ليكيب علاش ماشي خير هذه الارقام لهنا نسميوها اشهر؟ يعني في العام تاعنا واش هو الشهر الاول؟ واش نسميوه؟ شهر جونفي هكذا. الشهر الثاني في العام نسميوه شهر فيفري. ثالثا مارس. الشهر الرابع أفريل، ثم ماي، جوان، جويليا، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، وعندنا ديسمبر. شوف احيانا يعني تاخذ علامه من حياتك اليوميه تساعدك في الدراسه. بعد ما نصمو هذا، بعد ما نقوموا بتخطيط هذه الساعه هكذا، يعني نعلم عليها اشهر السنه، واش نروحوا نشوفوا؟ نروحوا نديروا المركز، يعني تروح تصنع دائره صغيره اللي هي مركز الساعة. ها هي. واش تروح دير؟ نعطيكم مثال. سنوات الرابعة متوسط، على سبيل المثال، نشوفوا سنة معينة صارت فيها حدثين أو ثلاث أحداث مهمة. نعطيكم مثال، سنة الرابعة متوسط، هذا العام، كي تقراوا تاريخ الجزائر أو الاحتلال الفرنسي للجزائر، عندكم أهم حدثين اللي تدرسون في بداية السنة. نعطيهم مثال، عندنا سنة، شوف عندنا سنة 29 أفريل 1827، واش صارت لهنا؟ الحادثة الشهيرة اللي هي حادثة المروحة، هذه يعني متفقين عليها. نزيد ننتقلوا كذلك لأهم حادث صار في نفس السنة في 20 أكتوبر، وهذا الشيء مؤسف جدا للجزائريين، لدولة الجزائر اللي فقدت فيها الأسطول البحري الجزائري. معظم القطع البحرية تاع الأسطول البحري تحطمت في هذا اليوم في معركة نافالي. معركة نافالي. واش تروح دير لهنا؟ عندك 1827، 1827، يا إما داخل هذه الدائرة
تكتب هكذا، تحب دير مستطيل معليش، تكتب فيه 1827، ولا تكون عارف باللي السنة 1800 تروح فقط تحط 27. مفهوم؟ وين نديرو هذا؟ في مركز الساعة. من بعد نروحو نربطو. واش عندنا الحادثة الأولى؟ معذرة، هنا عندنا 29، 29 أبريل. نعم، نبداو بالحادثة الأولى اللي هي حادثة 8/1. واش من الشهر؟ شهر أبريل، جونفي، فيفري، مارس، أبريل. واش من السنة؟ 1827. واش يخصنا؟ يخصنا يوم الحادث. تروح تربط لهنا بين مركز الساعة والشهر الرابع. واش تكتب لهنا؟ تكتب اليوم اللي هو 29، 29. واش تكتب لهنا؟ تكتب اسم الحادثة أو الحادث. واش نكتبو؟ حادثة المروحة. نظن راهي واضحة، هذه طريقة فعالة جدا. لو كان تعلم ترسم دائما هذه الساعة، تعلم عليها الأشهر وتخدم بهذه الطريقة، راح توالف عملية حفظ التواريخ. هذا الحادث الأول، كيفاش نقراوه؟ في 29 أبريل 1827 ما الذي وقع؟ وقعت حادثة المروحة بين الدي حسين والقنصل الفرنسي بيير دوفال، والتي اعتبرتها فرنسا إهانة لها واعتبرتها سبب مباشر لاحتلال الجزائر. ننتقل إلى ثاني حدث اللي هي معركة نفارين في 20 أكتوبر 1827. يعني ببساطة بنفس الطريقة نعلموا هذا الحدث. نروح لشهر أكتوبر، أو شهر أكتوبر نفس السنة، نروح نربطوا لهنا. واش نكتبوا لهنا؟ نكتبوا اليوم. وين تصارت معركة نفارين؟ في 10 أكتوبر أو 20 أكتوبر 1827. يعني واش تروح تدير؟ تكتب لهنا 20، وهنا واش تكتب؟ اسم الحادث هي معركة نفارين. الآن يعني هذه الطريقة اللي قدمتها لكم، طريقة الساعة أو هذه الطريقة، لو كان داوم عليها منذ بداية السنة حتى نهاية السنة، يعني كي توصل الشهادة ما يبداش عندك مشكل نهائيا مع التواريخ والأحداث. يعني حاول في بداية السنة عندك كل أسبوع نظم وقتك، قال كل أسبوع لازم عليا نحفظ ونفهم 8 أحداث أو 10 أحداث. قال اليوم نحفظ حدثين، غدوة ما نحفظش، غير غدوة عندي حدثين لازم نخدمهم في الساعة ونفهمهم. مفهوم ليكي؟ لأنه علاج التلميذ يستحيل نهاية السنة، يعني في الشهر الأخير هو مقبل على الشهادة، يستحيل عليه فهم كل الأحداث وحفظ كل التواريخ. وبالتالي هذه الطريقة راح تساعدك إلى خدمت بها منذ بداية السنة. وتفكر دائما هذه القاعدة، كي تكون عندي شهادة نبدأ الدراسة ونبدأ الجدية منذ بداية السنة الدراسية. لو كان نخلي نهاية السنة الدراسية كيبقى لي شهر ولا شهرين، راح تخلط علي الأمور وما راح نفهم فيها والو. إن شاء الله تجيبوا معدلات مليحة في الشهادة، سواء البكالوريا ولا البيام. نتمنى لكم إن شاء الله كل خير. اللي عنده أي استفسار يحطونا تحت أسفل الفيديو في التعليق. نلتقي إن شاء الله مع فيديوهات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.